لو تحدثنا يعني قليلا الشيخ عن الشيخ الأمين الشيخ الله يرحمه الله الله رحمه الله الشيخ محمد الأمين رحمه الله وعجوبة ولكم قرابة يا شيخ به من قبيلة الجكني. نعم هم فرع ونحن فرع ومحمد المختار هذا فرع آخر. نعم كنا فرع آخر. أي نعم هي قبيلة قبيلة واحدة هي 11 بطن 11 بطن ونحن كل واحد منهم من بطن لسنا. نعم. لسنا من بطن واحدة. الشيخ الأمير رحمه الله وإياه تعالى آمين وعجوبة الحقيقة. نعم. في الفهم والاستحضار. نعم. واشتغل بالقرآن ما شاء الله واشتغل بأصول الفقه والنحو واللغة هذا 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 نعم. هذا فنه الحقيقة. نعم ذات مرة وكان عنده طفل صغير من غير ليش سقيقا لمختار عبد الله من امرأة أخرى. نعم جاء غير محمد غير مختار غير مختار وعبد الله. نعم عنده ولد فالمدينة ما فيها غير مستوصف واحد عند باب السلام واحد مستوصف. نعم والناس يمسكون فيه عليه السرع طابور طويل طابور طويل. نعم فوقف في الطابور. نعم وانتظر حتى وصل إلى طبيب مصري فكأنه عرف أنه من أهل العلم هذا. نعم. قال يا الشيخ عندي لا نافية الجنس هاي صعب علي. قال شرحوا لك شرعا لا تنساه بعده المهم مشيني ولدي مريض أيوة. فطبعا مشى الرجل المهم كلمة أنه قال له شرحوا لك شرحا لا تنساه لا تنساه شرحا له طبعا هذا ذات مرة على السودان وهو أيوة. بدوي الشيخ الأمين الشيخ الأمين مرة على السودان على السودان. أرض السودان. نعم. وسمعوا به فيه ولد فيه رجل جكنية من فرع آخر أيضا من جكنيين في السودان مقيم. نعم. فجمع له العلماء. نعم. فأعجبوا به جدا فقال له أحد العلماء يا شيخ ارجع لنا لما بعد ما تحج ارجع لنا لما تجلس عند الوهابية. نعم عند الوهابية تجلس عند الوهابية. فقال له شخص من أكراد العراق خرج به قال يا شيخ الوهابية مثلك ممن يستدل بكتاب الله ويرجع إلى كتاب الله ويجعل كتاب الله نصب عينه لا يختلفون معه. الله أكبر. نعم الله أكبر. ما يختلفون معه. العقيدة هي العقيدة هي الأساس. نعم تجمع القدر. الشاهد أنه الشيخ الأمير رحمه الله كان عنده شعر إلى منكبيه على طريقة الشناطة يربون شعرا طويلا. نعم. إلى هناك أنا أعرف البادية في السعودية كانوا يعملون هذا. نعم قالوا يا شيخ هذا الشعر شيلوا. بعدين الشيخ الأمين على طريقة الشناطة أحيانا يحضرون له ملابسه يخلع سرواله أيوة. ويلبس الثاني. نعم. يلبس الثاني ما عنده مانع في هذا. نعم. مع الدراع ويلبس الدراع ويلبس لا صار يلبس ثوب السودان لكن يلبس الثوب يخلع الثوب السروال القديم ويخلع يلبس الجديد. نعم. كان الرجل يلاحظها عليه ولا يسكت. مرة كان عنده كثير من العلماء مجلس مليء من العلماء. نعم. وجاءت الملابس فالشيء العالم السوداني أحب أن ينبهه. نعم. قالوا يا شيخ ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. نعم. عرف السر عموم المنع. نعم. نعم. قالوا لا تخاف لن أصرفها ولا ألبسها أمام الناس. ما شاء الله رحمه الله. ثالث سراويل شكلها شكل صيغة المترجمون هي مفرد صحيح الذي يلبس فلان اسمه سراويل. صحيح. إذا أردت جمعا قل سراويلات. نعم. وأصلا الكلمة غير عربية. بمالك قال هي هيئتها هيئتها كهيئة صيغة المترجمون. نعم. صيغة المترجمون تبدأ بفتحتين. نعم. ثم بألف. نعم. وبعد ألف حرفان. نعم. وثلاثة حرف وسطها ساكن. صحيح. مساجد ومصابيح. نعم. إذا كان بعد ألف ثلاثة حرف. نعم. وسطها متحرك. نعم. انصرفت كملائكة وجحاجحة. نعم. فهو ابن مالك قال هي شكلها هيئتها وضعها كالجمع وهي مفرد لكن مع ذلك الحقها به فمنعه من الصرف. نعم. فالشيخ قال وليس راوي قال لا تخاف لن أصرفها ولن ألبسها أمام الناس. الله يرضى عليك. من طرائف سمعتها منه. نعم سمعتها منه. سمعتها من الشيخ الأمير. الله 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 الله.